فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر بعض أهل العلم أن نسك الإفراد في الحج أفضل من جميع الأنساك في حالة واحدة، ما إذا اعتمر الشخص في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم سافر للحج مفردا في عامه، وأن ذلك باتفاق أهل العلم، وأنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: هل ما ذكروه صحيح؟ والله أنا ما اطلعت على كلام شيخ الإسلام اللي يقول عنه، ولكن هم مجمعون على أن التمتع أفضل، ولأن الرسول تمناه بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. الرسول تمنى التمتع ولا يتمنى إلا ما هو الأفضل. نعم.